بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما بحاول أكون مع حضراتكم في الأحداث اللي بتمر بينا، سواء في بلادنا مصر أو في الوطن العربي أو في العالم. يعني لو في حاجة تخصنا أحاول إن أنا أبدي رأيي وأستقبل كمان آراء حضراتكم. وأنا النهاردة بشارك بالفيديو ده مع الشباب والبنات الطلبة اللي بيذاكروا علشان الامتحانات سواء بدأت أو قربت. يعني احنا الاثنين بنذاكر، كل واحد عنده امتحان مختلف. انا امتحاني هو البرنامج اللي جاي ان شاء الله قريب، هتشوفوه على شاشة قناة اقرأ، وخليه يعني يكون مفاجأة. وانا بحس ان كل حلقة بطلع فيها في التلفزيون بتبقى امتحان، لانها عبارة عن اجابة على اسئلة دايما حضراتكم بتسألوها، او مواضيع بتشكل اسئلة في اذهان حضراتكم بحاول ان انا اجاوب عليها من خلال الحلقات. فأنا قدامي امتحان كبير هو البرنامج اللي جاي قريب، وحضراتكم قدامكم امتحانات الفترة دي أو الفترة اللي جاية. فكل واحد فينا بيذاكر، وكل واحد فينا يا رب يوفقه في الخطوة اللي جاية. وعلى فكرة المذاكرة دي هي أحب العبادات إلى الله دلوقتي، لأن المذاكرة هي عبادة الوقت دلوقتي عند الطلبة والطلبات اللي بيذاكروا في مدرسة أو في الكلية. لأن العلماء قالوا إن أحب العبادات إلى الله هي عبادة الوقت. واحنا عندنا مثل مصري يقول لك كل وقت وليه أذان، يعني كل وقت وليه ظروفه الخاصة بيه. وكل واحد فينا هيذاكر ويجتهد كويس عشان إن شاء الله يعدي من الامتحانات دي على خير، أو كمان يتفوق ويكون ده أحسن. هو بيثبت لنفسه إنه بيعبد ربنا زي ما ربنا بيحب، لأن أنت عارف ساعات الواحد الشيطان يضحك عليه ويخليه يعبد ربنا بالطريقة الأسهل بالنسبة له أو بالطريقة الأريح بالنسبة له، وما يكونش ده مراد ربنا دلوقتي. مراد ربنا دلوقتي والحاجة اللي ربنا يحبها دلوقتي من الطلبة إن هم يذاكروا علشان ينجحوا، علشان على الأقل يشرفوا نفسهم في الدنيا وينجحوا، ما يبقاش في فشل. يا رب يبعد عننا الفشل، وكمان يشرفوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي الناس كلها بتبص لها، هل هي أمة ناجحة ولا أمة نبيهم صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم يسيبوا الدنيا والنجاح في الدنيا، وإحنا بتوع آخرة وبس. وده طبعا مش المفهوم اللي جه بيه النبي صلى الله عليه وسلم. فشد حيلكم عشان كلنا نفرح بنجاحنا كلنا مع بعض. وانا النهارده الصراحه يعني عايز اقول لكم شويه كده تجارب، ومش هقول عليها خبرات، بس شويه تجارب الواحد عدى بيها سواء هو بيذاكر لتحضير الماده علشان البرامج، او انا زمان وانا يعني طالب في الكليه حاجات في المذاكره كده. كان الواحد دايما بيقول يا رب اكون بذاكر صح علشان ما اكونش بعمل مجهود وفي الاخر اكون بتصرف غلط وبذاكر مش بطريقه فعاله او مش بطريقه فيها كفاءه. يعني فعايز اقول لكم اول حاجه، خد بالك وانت بتذاكر من القواطع. ايه القواطع؟ القواطع هي حاجات غير المذاكره بتشغل ذهن الواحد، وممكن بعد ما تشغل ذهنه تشغل وقته كمان، بتكون غير المذاكره زي الموبايل. واحد بيبقى عمال بيذاكر، والمفروض وانت بتذاكر تبقى مركز ذهنك قوي في الحاجة اللي بتعملها عشان تقدر تحفظ او تفهم بطريقة اسرع، وتقدر في الوقت تحصل اكتر او تذاكر كم اكبر في وقت معين. فلما يكون الموبايل جنبك عمال بيرن او عمال كل شوية تبص في حد بعت رسالة ولا اي حد يعني رنلي ولا حاجة، فخد بالك من المسألة دي، بتشغل الذهن، بتخلي الانسان يتشتت، ولما بيتشتت تحصيله بيبقى اقل سواء في الحفظ او في الفهم. من القواطع برضو الكمبيوتر، تبقى قاعد فاتح الكمبيوتر الفيسبوك جنبك مثلا او اي حاجة بتحبها في الكمبيوتر، وتبدأ كل شوية كل 10 دقايق تبص هل حد علق على صورة من الصور بتاعتي، هل حد علق على كومنت او كوت ستيتس انا كاتبها. فاخد بالك من المسائل دي علشان دي بتخلي الواحد ما يبقاش مش منتج، يعني بيقعد فترة طويلة يذاكر وفي الاخر تلاقيه ما حصلش حاجة كبيرة. فخد بالك من الكمبيوتر، خد بالك من الموبايل، خد بالك من التلفزيون. عايز كل شوية تطلع تبص على التلفزيون كده في حاجة جت، حاول تعمل. وانا زمان كنت بحاول مثلا، انا اقول لك كنت بعمل ايه، كنت بذاكر مثلا 55 دقيقة واستريح 5 دقايق، او اذاكر 50 دقيقة واستريح 10 دقايق. وساعات كنت بعمل لا، انا هقعد ساعتين ونص اذاكر واستريح نص ساعة، يبقوا 3 ساعات فيهم ساعتين ونص بجد التركيز. ساعات كتير كان حد من الناس علموني قال لك قبل ما تخش تذاكر جهز كل حاجه جنبك، يعني مثلا لو ميه مش كل شويه تروح الثلاجه تجيب ميه او الحنفيه تجيب ميه، لا انت الثلاجه الميه تبقى جنبك، لو في حاجه عايز تاكلها خليها جنبك، بحيث تبقى بتمد ايديك على المكتب تجيب الحاجات اللي انت عايزها، لو عايز تشرب حاجه او تاكل حاجه مثلا يعني وانت بتذاكر، عشان مش كل شويه تشدد ذهنك. وانا بفكركم بفكره تركيز الذهن عشان الحفظ او الفهم. ده بالنسبة لموضوع القواطع، فاخد بالك. الحاجة التانية النوم. انا زمان كنت بتصور ان انا هنام قليل بقى، بص هنام 4 ساعات عشان اقعد بقيت لي 20 ساعة اذاكر.
وافاجئ ان انا نمت قليل، وبعدين قاعد طول النهار عارف كده ايه، لو باتري كده عارف، قاعد طول النهار كده تعبان، بذاكر وحاسس ان انا بجتهد وحاسس ان انا بتعب، بس هو تعبي مش من المذاكره، تعبي من قله النوم. وبعدين اكتشفت حاجه تانية، ان انا بنام قليل بس بضيع وقت وانا صاحي. فحد علمني حاجه حلوه قوي، قال لك لا بص نام براحتك خالص، لكن اهم حاجه وانت صاحي تستغل الوقت اللي انت صاحي فيه، بحيث ان الجسم والعقل ياخد كفايته من النوم، بس بشرط طول ما انت صاحي بقى وقتك ما بيضيعش. وانا اكتشفت ان هو دي الطريقه الفعاله، ان انا مش هحارب النوم، النوم دي طبيعه بشريه ربنا خلقني بيها، فمش هقول انا هقلل نومي. الا اذا بقى حاجه تانية بقى، ويعني اللي هو انا مثلا بنام 8 ساعات في اليوم او 6 ساعات في ايا كان في اليوم، وفعلا بقيت ال 24 ساعه مش مكفيين، دي حاجه تانية، ساعتها بقى ناخد من النوم ماشي. لكن بضيع وقت طول اليوم في قواطع وحاجات ملهاش لازمه، وبعدين كمان بقلل نومي عشان عندي تانيب ضمير، فببقى قاعد طول اليوم وانا دماغي كده طافيه شويه كده ومش قادر اركز. لا نام كويس، بس اهم حاجه تستغل وقتك بطريقه وتستغلي وقتك بطريقه كويسه. حاجه تانية عايز اقول لكم عليها خاصه بقدر الاهتمام، ويمكن دي انا حاجه يمكن في المدرسه او في الكليه ما حدش كان بيشجعني عليها قوي، لانها معلومه مهمه وانا ما كنتش يعني مدركها او ما كنتش حاسس بيها قوي. فكره انك تهتم انت بتعمل عباده كبيره، طلب العلم فريضه على كل مسلم. اللي بنعمله دلوقتي ده هو دي اكتر حاجه ربنا عايزها مننا، بعد طبعا الصلوات الخمسه وارضاء والدينا، ان انت فعلا تذاكر عشان تنجح. ان احنا يا جماعه تبقى دي نيتنا، ان انا مش عايز ابقى ساقط، مش عايز ابقى فاشل، مش عايز ابقى ورا. اولا عشان تنجح في الدنيا، عشان الواحد فعلا يبقى طالع من الدنيا كده وهو انبسط في الدنيا، معاش وهو متراجع، لان ربنا يحب يشوفك مبسوط في الدنيا. ما قالكش سيب الدنيا، قالك انبسط، بس الانبساط ده ليه تمن وليه اجتهاد. فخد انك تبسط نفسك او تبسط نفسك بالنجاح وتعيش لحظه النجاح الحلوه، تبقاش مكسوف يوم النتيجه او مش عايز حد يسالك عملت ايه ليه، علشان عايز العب يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين افقد لحظه من اجمل لحظات النجاح، وهي لحظات الحياه وهي لحظه النجاح. فخد النيه كده انا اعز نفسي، والنيه الاكبر ان انا اعز ديني اللي بينظر زي ما قلت لحضراتكم ليه، انه دين بيعمل تراجع، واحنا ده مش ديننا ولا دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فدافع عن دينك ودافع عن سنه نبيك بنجاح، بنجاحك او بنجاحك لو بنت يعني شباب والبنات. يعني حاجه تانية اقول لكم عليها انا بقى تجربه شخصيه، انا بعيش بركه عدم غشي في الامتحانات. انا بجد يعني بحمد ربنا واما بنعمه ربك فحدث، انا ما كنتش بغش في الامتحانات. يمكن جزء منها تربيه وجزء منها دين، جزء منها انا كنت بخاف. يعني امي وابويا ربوني ان ده عيب، عيب انك انت تبقى غشاش وتبقى عمال بتبص كده بعينيك بطريقه فيها خباثه، عيب. كنت اخاف يحصل لي موقف محرج ان مراقب اللجنه ولا حاجه يمسكني فيهزقني او يطردني. مش بس كده، ساعات لما كان مراقب اللجنه يبقى هو اللي بيساعد الناس ان هم يغشوا، ومن غشنا فليس منا، هو كان بيساعدهم على كده. ساعات كنت بتكسف، عندي كان بيجي لي لحظه حياء كده، يعني عيب عيب كده ربنا يشوفنا واحنا بنغش وشكلنا خبيث كده ومش حلو. وبعدين لما ربنا علمني اكتر ان يعني لا، يعني الغش دي كبيره من الكبائر ومعصيه مش حلوه، بقت ينضاف ليها بقى ان حرام ما ينفعش كده، فبقت اجمل واجمل. وصدقوني بعيش بركتها دلوقتي. انا ما اشتغلتش بالشهاده بتاعتي كتير، دلوقتي انا بشتغل في حاجه تانية غير الشهاده بتاعت شهاده التجاره يعني، بس حاسس ببركه ربنا ان انا وانا في دراستي في كليه التجاره ما كنتش بغش. ربنا ميسر وساتر وهو كريم، واما بنعمه ربك فحدث. فسواء اشتغلت بتخصصك او غير تخصصك، صدقني ربنا باذن الله ان شاء هيوسع علينا وهيكرمنا وهيسر لنا وهيرمي القبول في قلوب الناس تجاهنا لو الواحد ما كانش غشاش. من غشنا فليس منا. اوعى تنخدع في جو اللجنه اللي فيه غش، ويا عم الناس هتنجح وانا برضو قلقان ومش مذاكر. ربنا هو اللي بينجح، ربنا هو اللي بيشفي، ربنا هو اللي بيطعم، ربنا هو اللي بيجوز، ربنا هو اللي بيكسي. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. لا المراقب في اللجنه ولا اصحابك اللي ممكن يكونوا بيغشوا ولا اللي مكتوب في الورقه، كل دي اسباب وربنا هو مسبب الاسباب. اوعى تغش، اوعى تضعف، خليك قوي، وخلي النبي قدام عينيك
صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين ومن قبل النبي، خلي ربنا قدام عينيك اللي ما يحبش يشوف حد فينا عنده خباثة الغش، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. فأنا بنقل لكم فعلا، أنا بركة عدم غشي في الامتحانات والله شايفها في حياتي، ويريت ياريت الواحد ربنا يثبته ويستمر على كده. فاوعى القواطع رقم واحد، رقم اتنين نام براحتك بس استغل وقتك كويس، رقم ثلاثة خد النية انك انت تعز نفسك وتفرح نفسك بالنجاح وتعز أمة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم اربعة اوعى تغش، الغش وحش ومن غشنا فليس منا. يعني دي كانت شوية خواطر او كلمة كده بفكر حضراتكم بيها. يا رب ربنا يساعد كل اللي بيذاكر انه يفتكر كويس، وربنا يفتح ذهننا لقبول المعلومة سواء الحفظ أو الفهم، ربنا يذكرنا أي معلومة ننساها لما نتصدم في ورقة الامتحان ونشوف حاجة صعبة. بفكركم بحاجات، بلاش نكسل عن المراجعة يا جماعة. زمان أنا بقى كنت بكسل عن المراجعة وأنا في المدرسة أو في الكلية، عامل فيها جامد وعندي ثقة في نفسي وبتاع، فحل الامتحان وما راجعش، وبعدين أكتشف مصايب الواحد كان بيعملها، انه كان ينسى سؤال كنت قايل هبقى اجاوب عليه في الاخر وانساه، انسى الف او ب في سؤال معين ابقى كنت مخليه للاخر. لما اتعلمت بعد كده ان انا راجع، وبتبقى لحظه محزنه قوي لما تيجي تراجع بعد ما تخلص الامتحان مع اصحابك بره وتلاقي نفسك ناسي حاجه، مش غلط ممكن تغلط لكن نسيت سؤال، دي وحشه قوي، فراجع كويس اوعى تنسى الموضوع ده. ربنا يتقبل منكم، يا ربنا ينجحنا كلنا. اشوفكم قريب ان شاء الله في البرنامج الجديد، اشوفكم وانتم فرحانين بالنجاح. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.